مساء الخير. العمر 2، عندك عمرك الآن اللي أنت تعده بالسنوات، وعندك العمر البيولوجي اللي هو يعرف بعمر الأعضاء الداخلية داخل جسمك. بعض الأحيان رجل ممكن عمره 80-85 سنة، لكن عمره البيولوجي عمر الأعضاء الداخلية يكون صغير. وبعض الأحيان يجيك شخص شاب لكن عمر الأعضاء الداخلية يكون كبير، وهذا على حسب التعامل مع اللي هو جسمك وطريقة الأكل اللي أنت أكلها. هنا هذه دراسة جديدة، كل ما زودت بتناول السكر بشكل خاص، هذا نداء للأشخاص اللي إذا صحى من النوم يبدأ بقهوة ومعجنات، بقهوة ومعجنات. حاول تبعد العادة هذه قد ما تقدر. كلما زاد تناول السكر كلما زاد العمر البيولوجي للأعضاء الداخلية. ابعد السكر من حياتك، نصيحة تستفيد فائدة كبيرة بإذن الله تعالى. أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه عجينتنا جالسين نزبرقها، تبي تكون خبز عما قريب بإذن الله تعالى، خبز سوردو. اللي بيكم تعرفونها، هذه الآن تخمير 48 ساعة. ليش خمرنا؟ حتى نفكك مادة الجلوتين بشكل أكبر. هذا واحد. 2، هذه الآن متخمرة، أنا قبل ما أطلعها من الثلاجة وسويت خدت منها قطعة لخبزة اللي بعد 48 ساعة، قطعة قد كف اليد، تعجنها مع اللي بعدها وتخليها بالثلاجة. يعني هذه الآن تسوي منها خبز اليوم وعجينة بعد بكرة. على هالحالة هنا هذه غازات البكتيريا اللي أكلت مادة الجلوتين، شوفونها متنفخة، العجينة متنفخة. إذا طولت إلى 48 ساعة، طبعا حدها اللي هو 3 أيام، لا تزيد عن 3 أيام، 3 أيام خلاص ما في إمكانية للبكتيريا أنها تتكاثر بشكل أكبر في الخبزة، يعني ما راح تفيدك بشكل كبير. ممكن تكون بس حامضة العجينة أكثر من 3 أيام على غير سنة. هذه الغازات شوفونها.